مش عارف ايه حكايه رويتر معانا وكاله رويتر الحقيقه. يعني احنا وكاله رويتر ديت اللي هي دي اللي نسب اليها الخبر، او هي اللي هي التي طيرت الخبر اللي اتكلمت فيه على ان جيش مصر خسائره كبيره جدا في معارك بتدور. طبعا ده كان كله كذب، ويمكن الخسائر اللي خدها الارهابيين في المعارك اللي حصل دي كانت هائله. وهم طبعا عملوا الكلام ده كله لان كان هناك اتفاق على ان يترفع علم القاعده ويتقال حواديت كتيره جدا، الجزيره بقى ورويتر والكلام ده كله. ما هو ده كله بقى دلوقتي بيشتغل في حاجه واحده. انما انا طيب هم رويتر يعملوا كده، احنا في مصر ازاي نعمل ده؟ الجرايد اللي عندنا في مصر بتعمل ده، اتعملت مره ولا كناش واخدين بالنا؟ برضه اتعملت تاني، يعني في جورنان عامل صفحه كامله على حكايه الشاب الايطالي اللي هو مصممين على ان رئيس الاطباء الشرعيين قال في النيابه انه هو الراجل ده اتعذب وما اتعذبش. وبعدين طلع مساعد وزير العدل اللي هو مسؤول عن الطب الشرعي قال الكلام ده مش حقيقي لسبب بسيط جدا، لان رئيس الطب الشرعي لا استدعته النيابه ولا راح النيابه ولا ادى اقوال قدام النيابه. من اين نسبت رويتر الكلام ده؟ ما هو الفكره كلها انه بيقول حكايه ونسيبها لواحد، اما تيجي تكذب بقى تعالى قابلني. وبعدين احنا ما عندناش جهاز النهارده يبعت لرويتر يجبرهم على انهم يقولوا الحقيقه. الهيئه الاستعلامات بعافيه شويه من زمان الحقيقه، وما عندناش وزاره اعلام، وما اعرفش مين المفروض يقول. يعني هل النهارده هل الطب الشرعي اللي هيعمل ده مثلا؟ هل السيد يعني المساعد الوزير للطب الشرعي مش شغلته انه يخاطب الاعلام اللي بره، هو راجل فني وبيحكي. انما مين اللي كان هياخد المعلومه ويشرح ويبعت التكذيب لرويتر او غير رويتر؟ احنا احسن ناس نتكلم في بعض. هو طلع سيد مساعد وزير العدل اتكلم في تصريحات لهنا. طب اللي بره بقى سمعوا حاجه عن الموضوع ده؟ اللي هم عمالين يكذبوا على طول سمعوا حاجه عن الموضوع ده؟ واحنا واضح من اول يوم في موضوع الطالب الايطالي انه موضوع متدبر، واحد مختفي ومره واحده يظهر، وتظهر جثته وتظهر يوم وصول وفد اقتصادي كبير. وبعدين في ساعتها ايطاليا قامت على رجليها زي ما يكون ايه، كانت يعني وقفت على حيلها كلها. جبت لهم حتى انا مثال تاني يوم بنتكلم، قلت لهم يا جماعه ده انتوا في مصور صحفي ايطالي مات في اوكرانيا، كل اللي عملته الخارجيه الايطاليه بعت قال لهم النبي من فضلكم حققوا في الموضوع. انتوا عملتوا ده حكايه ليه؟ وكأن وجاهزة، يعني الحكاية جاهزة وتسخين زي حكاية الطيارة الروسية. كل الدنيا قال لك الحما وقف في الطيران، وقف ما حدش يروح هناك، اللي هيروح هناك هيموت مش عارف ايه الكلام ده كله، وقطعوا مصر ومنعوا رحلات الطيران. يا شاء ربنا عشان يفضحهم ويفضح كل تصرفاتهم الخسيسة اللي هم أمريكا والعالم الغرب ده كله، إن تحصل الأحداث اللي حصلت في فرنسا بعدها بأسبوع وسبع ثمان انفجارات. العالم اللي كان ممنوع حد يروح مصر عشان في ارهاب هناك، ودول ست او سبع عمليات ارهابيه في وقت واحد في باريس، واخطر ما فيهم ان رئيس الجمهوريه كان في واحده منهم او رئيس الدوله هناك في الاستاد بتاع باريس ماتش كوره بتاع المانيا، ويروحوا فرنسا وكلنا فرنسا ويروحوا زوروا فرنسا والسياح يروحوا فرنسا. يعني احنا طياره وقعت هنا قلبت الدنيا، سبع عمليات ارهابيه هناك رايحين معاهم، بس عشان نعرف ايه اللي بتعمل لنا بره. ويجي هنا النشطاء بتوعنا اللي هم كل والنخبه والكلام ده يقول لك ما حدش اتكلم على مؤامره، ده كلام مش ما هو ده. واحنا بقى نيجي احنا اللي بننشر الاكاذيب بتاعت رويتر، واحنا اللي بنروج الشائعات، واحنا اللي واقفين وكاننا واقفين ضد بلدنا. قوم تقف بنت انا مش عارف دي منزوعته الوطنيه مثلا، اللي حتى بيحط ورد على عمله ضريح بقى عند السفاره الايطاليه بسرعه، وبتتكلم بتتاسف ان الشرطه عمل فيه، يعني بيلبسوا الامن المصري. ما حدش سال نفسه سؤال، ما مصلحه الامن انه يقتل ولد زي ده؟ ولو الولد ده عامل مشكله الله يرحمه بقى كان يرحلوه، ليه مصلحه في ده؟ نرجع للموضوع ده بعد الفاصل.